ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات الدكتور أحمد حاج علي. أهلا بك دكتور أحمد على شاشة اليوم. أهلا وسهلا، أهلا بكم. أهلا دكتور أحمد، أبدأ معك مما صرحت به وزارة الدفاع الإيرانية بأن الهدف من الزيارة مؤخرا كان تطوير العلاقات بين البلدين في الوقت الذي تضغط فيه عدة دول وعلى رأسها الولايات المتحدة على إيران لسحب قواتها من سوريا. نعم بالتأكيد، أولا هناك السياق الطبيعي المستمر، وبهذا المعنى دائما هناك لقاءات وهناك دائما يعني محاولة قراءة الواقع والعمل على تطوير العلاقات سواء كان أمنيا أو عسكريا أو اقتصاديا. وأيضا جاءت اللحظة الراهنة المتوترة للغاية والتي تحاول فيها الولايات المتحدة الأمريكية أن تقود هذا التيار عبر أولا الفبركات التي يعدون لها من خلال سلاح كيماوي، وبعد ذلك عبر توجيه ضربات للقوات المسلحة أو للمراكز الاقتصادية. نعم، في هذا السياق تأتي زيارة وزير الدفاع الإيراني واستقباله من قبل الرئيس بشار الأسد والمباحثات المعمقة وربما المطولة التي جرت في هذه الأيام. يعني كما تفضلت دكتور أحمد بأن الطرف الإيراني يحاول من دمشق بث رسائل للأطراف الإقليمية والدولية سواء المعنية بالملف السوري تحت عنوان بأن الوجود الإيراني ليس محل مساومة اليوم، ولكن ألا يزيد هذا من تعقيد الوضع ولا يدفع الأمور بإيجاد حل للصراع القائم اليوم؟ يعني أولا الوجود الإيراني معروف دوافعه ومستواه، هو بتوافق تام وبقبول تام وبطلب تام من النظام السياسي في سوريا، وثانيا هو معروف يعني مهامه في هذه المرحلة هي الاستشارات وسوى ذلك، وهذا حق طبيعي لا يؤهل أحدا بأن يحول هذه المسألة إلى مطلب عالمي كما تحاول الآن الثلاثية الأمريكية والبريطانية والفرنسية تصوير ذلك. بالتأكيد أيضا هناك ضمنا هذه الرسالة المهمة وهي أن سوريا يعني ما زالت قوية في إطار قوس المقاومة، ومن هذه المقاومة المسؤولة والتي تظهر في اللحظات الصعبة. بالتأكيد يعني الموقف الإيراني سواء كان عسكريا، وهذا أمر كله في نطاق مسعى لأولا الإقلاع عن التهديد بالعمل العسكري والسلاح الكيميائي والذهاب باتجاه دكتور أحمد. يعني الوزير حاتمي لم يناقش الوجود الإيراني فقط، يعني ردة الفعل الإيرانية لم تشمل هذا الموضوع، بل إنما الوزير حاتمي عندما يقول بأن وجود قوات بلاده في سوريا هو شأن خاص ولا يحق لأحد التدخل به، هذا ألا ينسحب أيضا على تواجد القوى الأخرى ومنها روسيا؟ هل روسيا خارج القوس؟ بل يعني أما الآن المبدأ واحد، وهو أن هناك يعني حالة اتفاق وحالة بحث وبرضا النظام السياسي السوري وفي إطار تنفيذ مهام معينة. نلاحظ أننا نربط المسألة بالمهام وهي العمل على إنجاز السلام على حساب الخط العسكري أو الخيار العسكري وأيضا من خلال المصالحات، ولكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار هذا الآن يعني الهيجان الأمريكي الفرنسي البريطاني والذي صار مكشوفا، ولا سيما أنه اعتقد بأن القوى الإرهابية التنظيمات الإرهابية يجب أن لا تنتهي نهائيا، وعلى ما يبدو أنهم الآن قدروا وقرروا بأن هذه المسألة في إدلب وفيما جاورها سوف تكون حاسمة للغاية، ولذلك كل الصراعات الآن لها جوهر سياسي ولها مظهر عسكري، ولكن لا بد من التسويات. هذا الذي تضغط على هذا الذي تريد سوريا، وهذا الذي تضغط عليه روسيا، وهذا الذي تشترك فيه إيران أيضا وكل الملحقات الأخرى لتوسع المقاومة. نعم أشكرك جزيل الشكر الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات الدكتور أحمد حاج علي على كل هذه المعلومات القيمة، حدثنا مباشرة من دمشق.